ايضا من الاساطير الكبيره جدا في النادي الاهلي. برضو نعرف قصه ما حدث خلال هذه الفتره، وعلى قد ما نقدر طبعا احنا حاولنا نجمع الفيديوهات اللي موجوده، يعني لانه تبقى صعبه شويه. اتفضل. طبعا كابتن صالح سليم، يمكن كابتن صالح سليم كان هياخد افضل لاعب في الدوري النمساوي، ساب كل ده من اجل الاهلي. كابتن صالح سليم عام 62 انتقل لنادي جراتس النمساوي، كان فيه مدرب اسمه فريتس النمساوي برضو كان ماسك النادي الاهلي، وبعد كده رجع لبلاده في النمسا. فاخذ معاه كابتن، طلب الاستعانه بكابتن صالح سليم يسافر معاه، يعني لان الفرقه بتاعتهم اللي هي جراتس النمساوي كانت بتنافس على الهبوط. كان العقد 4 شهور، فهو طبعا وثق ثقه كبيره جدا في كابتن صالح سليم، وبالفعل هو سافر راح النمسا، سجل معاهم اكتر من 7 اهداف، ونجح في ان هو يقعد الفرقه في الدوري النمساوي، وكمان سجل في رابط فيينا النمساوي هدف، وهم كمان في كل الماتشات ما خسروش ولا ماتش الا ماتش واحد، الماتش الوحيد اللي اتصاب فيه كابتن صالح سليم في بدايته، الله يرحمه. يعني في هذا التوقيت بقى النادي الاهلي كانت النتائج بتاعته متذبذبه، حتى خسر في الدوره الرباعيه في اول ماتش لتحديد بطل الدوري قدام الترسانه 2-0، فبدات الجمهور طبعا كان زعلان ان النتائج بدات تتذبذب. فساعتها سكرتير النادي الاهلي كان اسمه امين شعير، بعت رساله او خطاب لكابتن صالح سليم ان هو بيطالبه بالعوده لمصر عشان يعني ايه يرجع للنادي الاهلي وكده. وكابتن صالح سليم طبعا ضحى بان هو يكون افضل لاعب في الدوري النمساوي، وان هو جاله عروض ساعتها من ايطاليا والدوري الايطالي وكده، واختار ان هو يرجع للنادي الاهلي، وبالفعل رجع للنادي الاهلي، ويعني وراجع بقى النادي الاهلي للبطولات. الفتره اللي هي اللي كانت العاسره دي او الفتره العسيره ديت عدت طبعا بعوده كابتن صالح سليم. اذا دي امور كلها بتبقى واضحه جدا للكل الحقيقه. حابين بس ان احنا نعرض لحضراتكم بعض الامثله، النادي الاهلي مليء بالامثله الكثيره جدا جدا مثل هذا الامر، وزي ما قلت لحضراتكم السيستم واحد، 2010 هو السيستم، 2000 هو السيستم، 1990 هو السيستم واحد، 1907 هو السيستم اللي ماشيين بيه، بيتطور طبعا، ولكن بيتطور مع تطور كرة القدم في العالم كله، ولكن زي ما حضراتكم شايفين الكلام اللي قاله الكابتن خطيب على أبو تريكة ده كان 2010 والسيستم واحد، أيضا كلام عن الكابتن صالح سليم واللي بيعمله كابتن صالح سليم وتضحيات اللي عملها كابتن صالح سليم في ذلك الوقت. رقم 4 بقى كابتن ثابت البطل، كابتن ثابت البطل ده طبعا أسطورة وحكاية ورواية لوحده. يعني كابتن ثابت البطل كان يمكن هو كان عنده المرض طبعا في نهايته، الله يرحمه. كانت في شهر فبراير، كانت ليلة شديدة البرودة تماما، كان الطقس وحش جدا، كان ساعتها في ماتش ما بين الأهلي والزمالك في الدوري، عمري ما انسى. الماتش ده انتهى 3-0، طبعا فوجئ الجميع بوجود معانا يعني حتى اللقطة، كابتن ثابت البطل كان موجود ملفوف ببطانية وقاعد على الدكة، وكان تقريبا عنده كانسر ليفر، يعني كانسر في الكبد، وكان ساعتها ما كانش فيه العلاج الموجود حاليا في المتطور في الطب حاليا، فهو قرر ان هو يحضر الماتش، ولابس حتى ساعتها أبو تريكة جاب هدف وراح قبل دماغه. بعدها هو حتى بعد المباراه دي توفى على طول بساعات، يعني توفى يوم 12 فبراير 2005، ده كانت سنه 2005، فطبعا دي تضحيه كبيره جدا، وحب النادي الاهلي الموجود في دمه. يعني ان انت تكون عندك مرض زي دوت وتروح مخصوص ان هو انا مش عايز حاجه غير الاهلي، غير النادي الاهلي، ما بيرتاحش غير ان ما يبقى موجود على الكرسي في النادي الاهلي. حتى لو في اخر ساعات من حياته. فدي بصراحه يعني تضحيه كبيره جدا من كابتن ثابت البطل، ده يعتبر واحد او يعتبر افضل مدير كوره او من احسن مديرين الكوره، لان النادي الاهلي فيه مديرين كوره كتير جدا ممتازين. هو يعني هو ده المثل اللي احنا بنتعلم منه وبنشوفه طبعا، وله مقولات كثيره جدا وشهيره جدا طبعا في حب النادي الاهلي، وجايب لنا فيديوهات تخص هذا الموضوع. لا الفيديو بتاع كابتن ثابت طيب اذا امثله بس بسيطه جدا بنوريها لحضراتكم علشان تعرفوا ان النادي الاهلي كبير. انا عارف ان حضراتكم عارفين، ولكن لمن لا يعرف زي ما حضراتكم شايفين امثله كبيره جدا وواضحه جدا وبالكلام وبالصوره وبالفيديو. طيب عندك امثله محمد عبد الوهاب طبعا رقم 5، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، حتى في وقت التجديد معاه للنادي الاهلي قال لك الاهلي لم يخلف معي موعدا فكيف افعلها. يعني ده حتى تصريح ليه شهير جدا، الاهلي لم يخلف معي موعدا فكيف افعلها. ليه برضه تصريح تاني برضه في التجديد التاني قال لك مجنون من يساوم الاهلي. مجنون من يساوم الاهلي، وهذه قصه التجديد. ف يعني محمد عبد الوهاب الله يرحمه يعني بصراحه واحد من اللعيبه اللي كانت محترمه جدا على المستوى الاخلاقي، وكان بيقدم في الجبهه اليسرى، كان لعيب يعني ظهير ايسر مثالي. برضه معانا رقم 6 كابتن محمد بركات. كابتن محمد بركات يمكن